على وهي فكرة تزوجت، ما بعرف إذا معك خبر، هي تزوجت بغيبتك يعني، سمعت تزوجت واحد وعندها منه ولد، عندها منه صبي عمره 10 سنين هلا، ورجع طلقها. على كل حال بتقول لك أبو ابنتي محمد، أعرف أنك لا ترغب في رؤيتي ومعك حق، لكن بحق الحب الذي كان بيننا أسألك أن تمنحني فرصة. كنت مهووسة بنفسي وظلمتك، وإن كنت في الحقيقة قد ظلمت نفسي قبل أن أظلمك. تخليت عن زوج تتمناه كل امرأة، وتخليت عن ابنتي ومشيت خلف طمعي وجمالي، لكن الدنيا بعدك أعطتني درسا لا ينسى. أعترف أن خطأي كان فادحا، لكن لا يوجد خطأ في الدنيا لا يمكن إصلاحه، وإن كنت حرمت نفسي من ليلى فلا تخطئ أنت وتحرمها من أمها اليوم.